لكن زي ما تعودتوا دايما وابدا ضربه البدايه مع مقالي ومقاله اسمعوها من مانديلا. مانديلا هو الزعيم المناضل الافريقي التاريخي الكبير نيلسون مانديلا اللي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي استوحى عبارته التاريخيه الشهيره وكتب بيتسو موسيماني مغردا امبارح قال على صفحته الجملة التاريخية بتاعت مانديلا اللي ترجمتها لا تخسر أبدا إما أن تفوز أو تتعلم ماشي. واستجمع قواك دائما عندما يكون الأمر صعبا وكن متواضعا في النصر. شوف أستاذ إبراهيم تويتة يعني أنا مستنيها من موسيماني الحقيقة لما كانش قالها ممكن كنت أقلق. تقلق طبعا. ايه بقى التويت ايه سر انتظارك ليها؟ النجاح يا استاذ ابراهيم سلاح بحدين. فتخيل بقى النجاح التراكمي ناجح 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 والناس كلها بتشيد والناس قاعده مستنى اول اخفاق ليك. خلي بالك من النقطه دي. هو موسيماني في الحته دي مش اوروبي، في الحته دي هو افريقي زينا. ايوه شايل هم اعتقد زياده عن اللزوم شويه للسوشيال ميديا لحظة غدر الكورة لحظة غدر الكورة واخد باله من الحتة دي. فأحيانا النصر والفوز المتتالي ياخدك في حتة رجليك ما تبقاش على أرض الواقع فتحتاج زي ما بيقولوا كده إيه مشط كده فوقك ينزلك. الحمد لله إن المشط ده جه دلوقتي وكمان لأن لازم نفهم إن إحنا في الآخر في كرة القدم هذه المسائل طبيعية. يعني واحنا بنناقش الموضوع بتاع الكبوة بتاعت النادي الاهلي انا عمال افكر بقالي يومين استحضرني شوية حاجات كده هنناقشها يعني. انما كويس ان موسيماني فاهم ان في خسارة وان عليه ان يتعلم منها. لان يتعلم منها انك بتدرس اسبابها وتحاول تتوقاها وتبقى انت كمان ارضك على ارض الواقع. رجلك. وده الحقيقة يعني نيلسون مانديلا لما بيقول كده القصد ان الانسان لا يخسر، مفيش خساره حتى وان فقدت شيء، لكنه لو هتستفيد منه لو هتتعلم منه انت ما خسرتش حاجه، بالعكس انت صنعت مقومات المكسب اللي جاي، انت حولت ركام الخساره اللي انت شايفها دلوقتي الى معطيات حقيقيه تحقق لك النصر اللي جاي. عشان كده قال لك مفيش حاجه اسمها تخسر، لا تخسر ابدا، ما تخسرش ابدا لو عايز تتعلم، اما ان تفوز او تتعلم. اذا ما تعلمتش يبقى خسرت. يبقى خسرت. هي الخساره الا تتعلم، دي الخساره الحقيقيه. ليه؟ لانه هيتلوها خساره، لكن لما تبقى عارف بالظبط اسباب الخساره وتقدر تعالجها ازاي يبقى انت حطيت رجلك على الطريق الجديد للنصر الاخر القادم. الدرس كمان المهم جدا التواضع عند النصر، لان الحقيقه ناس كتيره بتفتقد هذه القيمه الانسانيه. فجأة الناس بتاخدها النشوة بتاعت الانتصار فبتبالغ، بتبالغ قوي وربما تتخطى حدود إنسانية معينة. زي ما قلت لك كده دلوقتي أنا أشعر إن موسيماني بيكلم نفسه. بيقول لنفسه هذا الكلام. خلي بالك. وعشان كده بقول لك يعني مبسوط إنه قال الكلام ده. لأنه خلي بالك. واستجمع قواك دائما. يعني لما تخسر تتعلم وترجع تستجمع قواك تاني عشان ترجع تنتصر من جديد. الكلام ده مهم جدا، كلام مهم حتى للجمهور، الجمهور وهو بيتابع حالة فرقة ماشية ما شاء الله تالت العالم واخدة انتصارات وعاملة الثلاثية وعندها فرصة لإضافة لقبين تانيين والعالم كله بيضع الأهلي في مكانة عالية جدا في التتويجات، مش مجاملة ليه ده بالأرقام. أنت عارف لما تلاقي لما تلاقي دايما وابدا كل الاحصائيات المعموله الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن الجديد. ده الاهلي اللي من مباراه واحده الدنيا معلش. مقلوبه. ما هو كويس انها اتقلبت. ايوه. بس مش كويس ان احنا نستمر في القلبان ده. ايوه. لان ازاي معنى كده ان انت تبقى راجل عايز بتدور على السلبيه. ايوه. لكن ان انت دائما ترى ان الاهلي يستحق الفوز ولو انه امر غير واقعي قوي المستمر يعني اقصد المتتالي، لكن لا في النص لازم يحصل كبوات
لكنه هو مفيد صحيا انك وانت بتخسر بتتعلم عشان ما تكررش الخساره او ما تعيش فيها كثيرا. لكن مساله انك انت عمال بتعد العداد وجمهورنا عايش نشوه 1 2 3 4 ويبدا الحديث عن الرابعه والخامسه والخامسه والسادسه اللي هي السوبر وسوبر الافريقي وكل ده حلو، دي اتكلم وخلي ده طموح، لكن ما تخليهوش انك انت بتتكلم وكانه حقيقه لم تحقق هذا. انما عليك ان تسعى الى تحقيقه لكنك لم تحققه بعد. ليه؟ لان دائما وانت تفوز هناك من يعمل لا هو اخرتها ايه، فانت بتحفز اللي قدامك ايضا ان هو يدافع يقابلك بدوافع مختلفه، حتى لو بدوافع انت مش شايفها صح زي ما حصل في سيمبا والاجواء اللي شبهوها بالحرب. انت لازم يا استاذ ابراهيم التواضع عند النصر، الكلمه دي بتعالج لنا مشكله ان انت تفوز وتصدق ان انت ما حدش يقدر عليك. لا، عشان تفوز تمسك باسباب الفوز اللي هي التواضع. ايوه، وخوف من اي واحد قدامك. انت وانت بتلعب بوكس ممكن واحد ما انتش عامل حسابه والله يمكن هو بيشوح تيجي في دقنك يوقعك. وانت الفرق كبير جدا في المستوى. ضربه عشوائيه توقعك. فانت لازم تتوقع هذا الامر وتتواضع، وهذه هي الرياضه، لا تنكسر عند الهزيمه وتواضع عند النصر. ده ملخص ما يجب ان نتعلمه من الرياضه. طيب، وعلشان تعرفوا الاهل ازاي بيقدر يستجمع قواه ويقدر يتدارك اموره، شايفين الخبر العاجل اللي على الشاشه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنه التخطيط والجهاز الفني واللاعبين في اجتماع. طبعا الكابتن الخطيب ما لحقش يهني اللعيبه، ما لحقش يبارك لهم على الانجازات اللي فاتت، ما لحقش يتدارس مع الجهاز الفني خطة العمل في المرحلة اللي جاية، أو لجنة التخطيط تتدارس مع بيتسو موسيماني تفاصيل المشهد الأخير. فعشان كده كان هذا الاجتماع المهم جدا والعاجل اللي شفته خبره على الشاشة حضراتكم، علشان يكون الأهلي إزاي زي ما نيلسون مانديلا قال، إزاي بتستجمع قواك، إزاي بتهيئ نفسك من واقع أي كبوة أو أي تعثر، إزاي هتستعد علشان تنطلق انطلاقة كبيرة جاية إن شاء الله يا باشمهندس. مؤكد ان الكابتن خطيب هيكون بيقول لهم ما معنى هذا الكلام اللي احنا يعني هيقول لهم ايوه خلاص انتشينا ستوب لا خلي بالكو ده في فرق ما احنا شايفينها لا بتستعد لنا ازاي فاحنا مش هنستحمل كبوه اخرى كله يتضاءل بقى وينسى نفسه لان برضو يا استاذ ابراهيم ما يتم في التعامل مع لاعبي النادي الاهلي من اخبار انتقالات ومن اخبار تدعيمات ومن اخبار مين لعب ومين ما لعبش ومين كان بحجه النصيحه الفنيه وهي ابعد ما تكون، لانك انت لما تقول فلان مركون ليه؟ فلان مركون ليه؟ يبتدي فلان ده يقول لك وانا مركون ليه؟ طيب انت هتدعم، طب وانت هتدعم ليه وانا ماشي كويس؟ لا، خلي بالك ان اي دعم للنادي الاهلي هو دعم ليك انت عشان تكسب بطولات وترص في كاريرك. لكن انت لو الاهلي شبع من البطولات او اكتفى من التدعيم والتطور والانتقال الى الامام خطوه باستمرار، دي مرحله الهبوط. فكلنا لازم نتنبه واولنا اللعيبه وارجو، واعتقد الكابتن الخطيب بينبه لهذه الامور دلوقتي، خلي بالكو انتوا اللي عملتوه كويس، حققتوا اللي احنا طالبينه منكم، لكن التحديات اللي جايه اصعب، لكن مش باحسن اسلوب. كان في اسلوب ممكن يوصلنا لابعد من كده. عشان كده كان هذا الاجتماع المهم اللي قلت لحضراتكم عليه دلوقتي اللي بينتهي خلال هذه اللحظات للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لكره القدم بالنادي مع الجهاز الفني ولاعب الاهلي لتدارس كل ما حدث والاستعداد للانطلاقه الجديده اللي جايه ان شاء الله.